on the first page of our story. The future seemed so bright. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ معكم بشار كيال وبشار كيم وياكم جيم بلاي موب او تكتيكال نوك. طبعا شباب هالجيم بلاي قديم يعني اسبوعين مصورة بس يعني كان حلو استحق اني احمله. والجيم بلاي مالي مصوره من بداياته، اللي بصوره من بداياته بيكون جيم بلاي طويل كثير وانا ما احب اني اطول عليكم، احب يكون جيم بلاي قصير يعني. فبديت اصور من وقت ما صرت اجيب الموب، احاول انا اجيب الموب. ثاني شيء بتكلم عن جيم بلاي، كنت العب ديمونيشن في ماب هارد هات، ذبحت في الجيم 37 واحد من 7 مرات بس، والسلاح كنت العب فيه اللي هو MP7، حاط له سايلنسر واكس انجماك وسلاح ثاني FMG والبركات كانت كارفنجر وهارد لاين وستدي ايم وسبيشاليست كانوا سلايت اوف هاند اسيستنت واكستريم كونديشن. اول شيء كنت العب ب MP7 وبعدين لقيت سلاح بالارض وكملت فيه اللي هو ACR. طبعا واحد اثنين ثلاث، الله عليك يا انا كم انا رهيب. انا امزح. اوكي هذا شباب كومنتري تحديث لقناتي لفترة طويلة، ما حملت شيء قريبا الشهر ولا 3 أسابيع ما حملت شيء على قناتي، وانا اسف على هالشيء شباب. طبعا انا يعني عندي وقت وعندي قطعة بس يعني ما عندي الفكرة، ما عندي يعني شو في شيء احطه على قناتي، ما اعرف يعني والله ما اعرف. فارجوكم شباب اي حد عنده اي فكرة حلوة احملها على قناتي اكتب لي بالكومنت يكون ساعدني، واذا كانت حلوة ان شاء الله بسويها بالفيديوهات الجاية. طبعا احب اني اشكركم على اخر مقطع توب 10 حملته، طبعا يعني جاب لي دعم رهيب، بالنسبه لي دعم رهيب، هذا جاب لي 60 لايك وجاب لي تقريبا 1000 مشاهده. اليوم ان شاء الله بيصير 1000 مشاهده، هو الحين تقريبا 950 ولا 920 والله ناسي، بس يعني بالنسبه لي 60 لايك و 1000 مشاهده شيء حلو يعني. الحين بتقولوا هذا مسكين فرحان على 1000 لايك ولا 60 مشاهد، العكس اقصد 60 لايك و1000 مشاهده فرحان عليهم. طبعا يعني فرحان ايوه بالنسبه لي، لاني انا قناتي في اليوتيوب يعني ما كثير مشهوره، يعني بالنسبه لقناتي شيء حلو شيء فظيع. اكثر مقطع جاب لي لايكات وفيوز يعني قناتي فيها 195 سبسكرايبر و7000 مشاهده ولله الحمد. يعني ان شاء الله اني بحاول يعني اول شيء احتاجكم انتم، احتاج دعمكم عشان يزيد عدد السبسكرايبر ويزيد عدد الفيوز. هذا اول شيء شباب. الموضوع الثاني بتكلم عنه الفيديو الجاي اللي بحمله ان شاء الله بيكون التوب 10 الحلقه الثانيه ان شاء الله. يعني انتم يعني الحين انا وصل لي تقريبا 15 مقطع وكان مقاطع رهيبه يعني تستحق انها تكون في التوب 10، واللي عنده مقاطع لسه عنده مقاطع حلوة يرسل لي، اذا كان مقطعك حلو يعني بحطه، واذا المقطع يكون حلو اكثر منه يعني. يعني كيف انا عندي مقطع حلو بس انت ارسلت لي احلى بحط مقطعك، يعني حسب العدل، المقطع اللي يكون حلو اكثر بحطه. وان شاء الله الفيديو اللي بعد هذا بيكون فيديو التوب 10. والموضوع الاخير بتكلم عنه شباب، بتكلم عن البنت اللي تسوي كومنتري اللي اسمها دبل هاف. طبعا انا ما لي خص فيها يعني مؤيدها ولا معارضها، ما لي خص هذا الشيء يعني ما يخصني، ما ثاني اقول غير الله يوفقها. بس يعني شباب هي مسوي قناتها من شهر تقريبا، الحين عندها فوق ال 5000 سبسكرايبر ومشاهدات كثيره، يعني والله شيء حرام. وانا فاتح قناتي من سنه و يعني 200 سبسكرايبر وشكرا لله. بس اتمنى شباب تساعدوني يعني تساعدوني لايك فيفوريت اي شيء عشان قناتي تشتهر. وبس ان شاء الله يكون عجبكم المقطع، عجبكم التعليق، عجبكم الموب الجيم بلاي، عجبكم كل شيء. ولا تنسوا لايك فيفوريت سبسكرايب. مع السلامه.